على ثقافات وحضارات جديدة. واليوم أنا لابسة من المصممة العظيمة سليمة، كثير حبيت ذوقها وكأنها عارفة إيش ألواني اللي بحبها. فكأردنية فخورة بإني أشارك وأكون نشيطة بهاي. نفس ما تشوفون قفطان جدا فخم رائع، وتشرفت بالتعرف عليها. وأيضا هي تصمم أزياء ملوكية ومن ضمنها أم الملك محمد السادس حفظه الله. بالمغرب وتصاميمها كثير حلوة، وهي صاحبتي راح تلبس لها قفطان بالراية المغربي بالعلم المغربي، فإن شاء الله يعجب الناس ونقدم الثقافة المغربية أكثر على القفطان. شكرا نهاية. شكرا، تسلم. شوف نحن بالخليج يعني أو بالوطن العربي كتير القفطان المغربي عم بيكون له حضوره يعني، وتقلب أغلبية الفنانات عم يلبسوا منه يعني، فشغلة حلوة إنه القفطان يعني عم بيكون متواجد بهيك أجواء أو عند الفنانين العرب بشكل عام. لأنه القفطان المغربي ما شاء الله يعطي رونق وأناقة للمرأة، يعني هو أكيد في أزياء كتير عربية حلوة، بس ما شاء الله القفطان المغربي أخذ واحد الشهرة كبيرة وخرج العالمية ما شاء الله، لأنه اللي تلبس القفطان المغربي تبغي لازم تلبسه مرة ثانية وثالثة وهيك يعني. الحمد لله الشيء خاص بعد تكريمي من القصر الملكي من الأم الملك محمد السادس نصره الله، الله يخليه لنا ويخليه المغاربة كاملين. كانت إضافة كبيرة للكارير ديالي، وعطاني يعني قوة أكثر، وعطاني يعني شيء حافز أكثر أنني نقدم عروض اللي تكون في صالح الثقافة المغربية وننشر أنني الأزياء المغربية أكثر في كل العالم العربي إن شاء الله. إن شاء الله شفنا أزياءك على بعض ضيوفك النجمات والإعلاميين، يعني أزياء ملوكية يعني شيء كتير حلو. شكرا. بلخيس هلا طبعا بعد اغنيتها بالمغرب دائما عم تلبس مغربي وهيك بيلبق لها المغربي، وهذا الشيء يشرف يعني يمكن تلقى مثل فنانه كبيره مثل بلقيس، وانا ان شاء الله نتمنى نلبسها الفنانه بلقيس. كابيني وبين المصممه يعني الكبيره سليمه السباعي، الحمد لله انا نكتسب من خبرتها لانه هي اكثر مني خبره في الميدان، والحمد لله اليوم الدليل واضح. حبيت نقول بلي اليوم العرض فيه احنا عرضوا الازياء الزي الجزائري التقليدي، انا اخترت قطعتين من شان اعرف التراث الجزائري اللي هو يتمثل في القندوره ويتمثل في الكراكو العاصمي، ما نستغناوش عليه، وان شاء الله يعجبكم العرض وتكونوا يعني